كابتن جوهر، كلمني على صعوبة ماتش يوم الأربعاء. مدام لميس مساء الخير. طبعا مباراة مش سهلة. منتخب اسبانيا منتخب قوي، ليه رانكينج كويس جدا، ثالث عالم، ثالث اولمبياد. برضه المنتخب المصري منتخب جيد. بالمناسبه احنا فرصنا طبعا افضل، لان احنا منتخبنا منتخب الاول، الصفوف الاولى في كل العناصر والمراكز موجوده، عكس المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني بيلعب تقريبا بالفرقه الثانيه، ولكن مش معنى كده ان هو يكون منتخب مش قوي. لا، كره اليد الاسبانيه قويه جدا بغض النظر عن العناصر اللي موجوده، والدليل على كده ان حتى احنا عندنا مدير فني اسباني. مستعانين الانجازات اللي تمت اخر 6 سنين او 4 سنين على مدراء فنيين اسبان.